بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالساعة فيكم، يا أهلا وسهلا في حلقة جديدة من سيتي سكاي لاين، والحلقة اللي راح نشغل فيها هذا المكان الثروة الزراعية عن طريق منطقة صناعية وليس عن طريق صناعة عادية. هذا أول شيء. ثاني شيء، هدف هالسنة إن شاء الله نوصل لنهاية السنة 10,000 مشترك. أتمنى تدعمون هالشيء وتتمنون له التوفيق أن نوصل 10,000 شخص عساس نقدر نسوي محتوى أكثر دائما ودائما. الحين بنبدأ، أبى أسوي هني مزارع، يعني منطقة زراعية كاملة. اللي هي ليش أنا شفت هني ماي؟ صح إنه هني متلوث، بس خلوه عليه، هذا يوم بشله أظن بنسوي شيء فيه عقب، ما عليه. بس أبى أسوي منطقة هني زراعية، إدارة زراعية، بما أن أنا عندي في هذا المكان فاضي، أبى أخلي الإدارة هني. يعني بجيب شارع 4 شوارع، ما أقدر أشيل هذا، يعني 4 شوارع. لا خلنا نسوي سيدو ونشيل كل والله ما أدري هذا المبنى، شو رأيكم؟ ما أروم حركة، أروم حركة. أوكي خلنا نرجع مكانه، خلنا نسوي سلكت أول لأن شكله حلو، تصدقون ينفع حق مشروع رياحي. فخلنا النيبة قلعة من منطقة انها تكون على البحر، فخلنا نشل القلعة والمشروع هذا كامل كله مع الحقة ماله والنيبة قدام على منو، على هذا المكان. لازم نفضي المكان ذاك، بس اول يوم شفته كنت بمسحها، بس يوم شفته قلت حرام. نقدر نسوي حوله مكان على اساسه سياحي. خلنا نشل بس الواية الحادة ماله حتى وامر عليه انا ارتاح، احس اني مرتاح نفسيا. زين ما في زوايا حدث، والله مكانه حلو يا جماعه، والله مكانه زين. نقدر نصرف هالمدينه، نقدر بنسوي جسور اكيد. المهم خلنا نرجع لمشروعنا، انا دائما اقعد اسوي 3000 شيء. بس مشروعنا راح يتطلب المكان الاداري، لانه بيكون فيه سكن، انه يكون سيده. فهذا المكان اللي راح يكون سيده راح يكون لازم مان ميد على قولتهم، او صنع الانسان مثل ما يقولون. زين خلنا نسوي مكان سيده هني. اوكي الطريقه هاي المكان الاداري اللي راح يكون في الشارع الواحد مع المجال يلفون في الوسط، حلو. والشارع هذا راح يلغي هذه في الوسط. زين ما بنشل امكانيه الالتفاف من الوسط، وراح نحط الشارع هذا. خلنا نرفع شوي الشارع، مش 6 3 3، نزله هني ونرفع الشارع مستوى هذا. ايوه هذا شكل ممتاز، ونحطيه بالطريقه هاي يرتفع مره ثانيه على اساس انه يكون شكله تسير صغير اختصار، وفي نفس الوقت مواجه المبنى الاداري. لحظه تعرفون الشغلات الصغيره تقهر، ترى والله تقهر. واحد يحط تول المفروض انه يطلع سيده وما يطلع سيده، نخاف بعد كل شيء يلعب دور. هذا ممكن شوي نعدله بالطريقه هاي عشان ما يبين مقاول، حصل شهاده بالواصله. انزل اوه حلو، خلى شارع اليمين شارع اليسار، ما بيتضربون هني عيل، لان هني 4 شوارع سوينا نحن. هذا ابجريد يعتبر، انا اسوي ابو 3 حق الحركه هاي على فكره، بس ما يحتاج. يحتاج هذا يلف يمين وسيده يمين وسيده. التقاطع مش وايد بيكون عملي، بس بيكون وايد زين، بيكون فعال اكثر من انه عملي. كيف قصدي فعال اكثر من انه عملي؟ انه هو خلنا نسويها عدل عشان ما يبين ان سوينا شيء باثار الجريمه، باثار الجريمه هني تخفي الجرائم كلها. نايس. زين نبى نسير للصناعات، والصناعه اللي نحن نباها اللي هي هني. شوفوا دائما تون على الريسورسز، هذا الناتشرال ريسورسز يعني الموارد الطبيعيه، والموارد الطبيعيه اللي عندنا هني اراضي قابله للزراعه. طبعا ما بنستعملها بشكل مرتكز، لكن بنسوي شيء ما عليه. بس عندنا شيء ثاني مهم، عندنا هني مكان صناعي، فلازم ابى اسوي ابجريد حق الشارع، بس ما يستاهل في نفس الوقت. خلوه شارعين
الحين روح اقطع لحظه سنبنج شغال لا بعدين الحين شغال سنبنج يعني نفس شيء يركب في شيء على طول يعني في تعرفون يوم يكون مثلا بتحطون غطاء القلم واخر شيء يركب عدل بروحه مكانه هذا يسوي لي نفس الفعاليه بحيث انه يوم يحاول يركبه شوفوا انا ما اوصل له بس بروحه يحاول يركب على النقطه هذه الفائده منه فان تجيني زاويه سيده لهالسبب اشغله ولا ابنده بس مرات ابى احطي حبه يسار ما اقدر فابنده هاي الفائده من التول هذا سويت الشارعين لين هني والله افكر اسوي هذا صنع هذا هاي ويل بس مش قضيه يعني وضع الماي وضع الكهرباء هالمكان راح يشغلنا كثير زين خلنا نبدا بالاماكن الزراعيه هاي الموجوده اول شيء نحن محتاجين نحط منطقة صناعية، المنطقة الصناعية هني Paint Industry Area راح اسبقها ومنطقة كبيرة فباخذ فرشاة عودة وهذه المنطقة بكبرها تكون منطقة زراعية حلو ابغى المنطقة الزراعية اسمها نسميها يلا مزارع ليوا اظني سمينا قبل مزارع ليوا ليما منو ليما ديوا ليوا يلا اوكي بنحط المزرعة الحين بمبنى الاداري المبنى الاداري طبعا في وجه العالم في وجه الشارع ولا اسوي له لفة على اساس ما يعلق في الزحمة خلنا اسوي له حديقة بعد ما تقعد فيها هاي لحظة أول شيء خلونا نسوي تعرفون شو أحط حديقة إني أبى المكان مكان زراعي يعني إذا ما في حديقة الله يستر واحد اثنين نايس ركبوا عدل وأبى الشارع الصغير الجميل هذا زين نايس شكله زين شكله وايد زين كهرباء نقدر نجيبها من فوق الجسر بس خلو زين اعرف استهلكت شوي من مساحة المكان بس اللي بيه الحين شوف فتحنا شوي قم من قدامي دقيقة هذا يخبرني كيف نزرع نقول لكم كل شيء هذا في الامتداد القديم don't show me again انت ليش طالع اندستري اوفر فيو هذا المبنى هو المبنى الاساسي الزراعة الاساسي هذا بيفتح لنا باقي المباني بس بعد هذا قهرني شوي لحظة انزل الحين محتاجين مجموعة شغلات اللي هي فتحت لنا انا ما بأسوي كل شيء لان كل شيء احس ما منه فايدة بس ممكن نسوي وايد اشياء انزل خلنا نبدأ نحطي المزارع بالترتيب نسوي خطوط صغيرة هني ممكن يكون سكن او شيء زين هي في سكنات حقهم بروحهم ترى زين فبسوي هني شو ابا سمول فروت فيلد مزارع صغيره مزارع فواكه صغيره ما ابا وايد ابا واحد اثنين ثلاثه فروت كم منتج كان فيه لحظه خلوني اتذكر هذا جرين هاوس اربعه يبالي اربعه يبالي زين يبالي أربعة يبالي جرين هاوس وأبا اللي هو خفير ما أعرف شو اسمه نسيت وبرتقال وتفاح زين خلنا نمد المكان كامل ماي زارع بدون ماي أحلاهم أوكي كهرباء نبا هاي الماي يبون كهرباء أظن هذا يبالي كهرباء خلنا نسوي خطر يعني ونشوف بعدين حله عالم ثاني طق وصل نايس انزين عندنا من كل شيء تقريبا عقب المزارع هذا في مال الحيوانات اظني هي هم الحيوانات ما نبغى المزارع يبغى لها مكان تخزين السايلو هو لو تذكرون يوم نلعب فارم سيميليتر السايلو هذا الشيء خزن فيه الحبوب بسوي ممر من هني لين هني بس ابغى بالعكس
ليش يا باب العكس؟ لان في شاحنات بيونه هنا. الشاحنات حق شو بيون؟ يعبون ولا يعبون من او الى السايلو هذا اللي هو يكون بالطريقه هاي. شاحنه تعبي هني، شاحنه تعبي هني، شاحنه تعبي هني، شاحنه تعبي هني، واظني اقدر اسوي شاحنه بالطريقه هاي. بس لا وايد بيكون بيكون وايد. انزين في عندنا فنس الزرعه، ما احس ان هذا يليق عليه هذا الدور هذا، لكن مو مشكله. انزين في وحدات ثانيه بتينا هني عقب البركسات هاي اللي وين يسكنون فيها العمال. يوم نوصل المزارع لي وليفل 2 وبيفتح لنا شيء ثاني مبنى الصيانه. بس الحين ممكن نسوي، ابى اسوي مال الفواكه شوي بعيد عنهم. لحظه خلينا نشوف الموارد الثانيه وين. هذا شارعين، لحظه ابى اشوف الموارد قبل لا احط الشارع. حط شارعين هني، ابى الشارعين الصغار، الشارع الواحد رايح شارع راد، اساس اعرف اقول ان هذا مكان زراعي. زين حطي هاي هني، خلني نحطي مزارع فواكه. نقصني مكان شويه بس مش مشكله. احط فتحه ال زارع الفواكه الصوب الثاني. حلو الحيوانات سوري. في عندنا خنازير، في عندنا بقر، في عندنا اللي في هايلاند كاوز، اظني هاي مال هولندا هاي العاد، وعندنا خرفان. بس يبون اكيد مي هني، هاي اللي يبون شارع لان محطوطين بالعكس. لحظه سالفه ما اقدر احطيه بالعكس. ايوه شكرا. وين صار البقر؟ خلينا نشوف البقر. نايس. طيب شو رجعني البقر؟ هذا هايلاند كاو، هذا هايلاند كاو. انزين كاوز كاوز هايلاند كاوز بيجز شيب، استوى عنا كل شيء. هاي اظن يستهلكون من محصول خارجي. بس خبرتي مع المكان في الاستيراد والتصدير سيئة، فمحتاج القطار هذا احسه بعيد. ان تشوف القطار اصلا زحمة. محتاج كونكشن قطار بين هذا القطار والقطار اللي هناك في المستقبل. لا اذا قدرنا نطلع قطار نفق وطلع من هناك، واللي بيكون شيء وايد اكثر من صعب. والله صدقون جمال وارد. شوف بالطريقة هاي، لحظة خلنا نميله. أروم أميله لحظة أجيبة سيدة من قدام الجسر، بيكون شكله زين بعد. لحظة فكرت في بالي فكرة. لحظة هذا بيوفر علي تعب. مش طبيعي. زين يبالي ترتيب هذا شوي. لحظة طيب والله نسير وعقب قلت بسويه بعدين ونسى. خلنا نرتب هذا، لان نحن تعرفون مشاريعنا في القناة هاي كلها ضخمة، ما عندنا مشاريع صغيرة. يعني في احتمال جدا وارد اني انسى اي شيء. اليوم طالع بمشروع جديد. هذا looks very nice. اوكي لما نطوف الخطار من فوق هذا ساحة ما تسمح، ساحة لا تسمح. لحظة اسوي 12 مشكلة وايد اوفر هذا. والله ممكن بس ابى اجيب الخطار من وين؟ من هني. وانزل على الشارع هني
اخبركم الترتيب الحين عاد خبر جيب الخطار ما يعادل هذا المكان المفروض ما يكون عندي اي مشكله في اللحظه. كم ارتفاع الجسر هذا؟ نفس الارتفاع ارتفاع من هني شويه. ايوه فاقدر اميله. نايس. الحين في اماكن نفس هذا الجزء بنرفعه، نفس هذا الجزء بنخليه اساسه. شوف بوابي هني اساسه خراب. الحين شوي شكله مكركب، بس تعرفون شو اقدر اجيب هذا ارفع فوق اساس ينزل مع ذاك. ليش؟ لان ذاك مكان صعب ومحتاجين قطار شحن، نحن هنا محتاجينه بمعنى كلمه محتاجينه. انزين، وهذا معناه اقدر اجيب القطار مالي بالمكان اللي كنت ابغاه، وفوق هذا يطلع من الشارع العام. شوفوا هذا بخليه عادي قطار، يعني مو مشكله اذا يجون يستعملونه هني والله عافيه عليهم. زين، بنحط شوي شغلات غير هني احنا عقب شوي، بس ما اقدر ازيد لان في وظائف بتضيع. Not enough raw materials. زين، يوم بيستوي عندي قطار شو بيستوي؟ بيستوي اسهل انهم يجيبون كمان. ايوه شوف هذا كلام ترى كبير جدا 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 جدا. خلنا نجيب، اشوف اذا هذا يركب فاري. يا سلام هذا بس. نايس نايس اركب، لان هذا الحين تعرفون شو بيستوي؟ يستوي بالطريقه الاتيه، في هذا الطريقه هاي على اساس نحميه من البحر، نفس الوقت يكون شكله من الاخر. شوفوا نايس نايس. لو عندنا مكان صدق على فكره بيصير نفس الشيء نوعا ما، يعني انا مسوي انه احسن يعني طبعا اكيد منهم، لكن اوكي يمكن يبقى احسن اخترع القطار. لكن حبيبي خلنا نوقف اللعبه لان في وايد انقطاعات. هل محتاج اسوي هذا بعد بر مع الجسر؟ اذا سويت هاي البر لازم اسوي الجسر بر على اساس يبين ان القاعده قويه. هذا زيد حق لا شكل جسر افضل كذلك. انا تبغى هو اصلا مسوينا جسر بشكل جسر افضل. نقدر نعدل شكلية القصة بس دربة حلو ترى. لحظة الكهرباء هات هذا هني. كسرت ال لحظة هني بعمود الكهرباء هذا هذا ونحل المشكلة. لحظة في كسرة ثانية ايوه اللي هو هني. هاي شوي صعبة ترى بتكون. لحظة هذا ممتاز. عنده مي؟ عنده مي. هذا معناه نقدر نشل شحنات. ما اعرف مدى كم بيكون عملي الشارع هذا بحكم انه مربوع. لا بيكون عملي لان هذا يروم يدخل ويروم يطلع الشارعين، يكون عملي عملي وشكله حلو.
يعني بارد تعديل بس بيب. ما عندي اسيتس. زين خلينا نعدل هني بس المزرعه هاي فيها خدمات اكثر من مدينه. زين الحين عندنا قطار يرد ويروح، يعني ممكن المفروض السامان هذا ما ينقصني خلاص. بس اللي بحتاجه مستودعات، بس مستودعات لازم شارع بروحه، لان اخر مره سوينا مستودعات توهكت في الورع فكره. يعني احنا ميزانيته وايد ممتازه، قاعدين نسوي كل شيء بغالي ترى. انا ترى كل شيء قاعد اسويه غالي مش رخيص، فالميزانيه مال الجيم اليوم جباره. انزين ابى اسوي كل مخزن له درب خاص، ابى قياس المخزن. خلنا نسير على الصناعه ونسوي مخزن، ما ابى وير هاوس العادي. لحظه في تلوث شو؟ لا زين ابى مخزن لارج وير هاوس واحطه في اللارج وايد عود. اذا حطيته هني دايركت شو بيستوي؟ يستوي زحمه وايد. زين هذا الوير هاوس، هذا هي مشروع. ابى كل مستودع له بابه بروحه في الداخل ولا بالعرض. الميديوم كيف وضعه؟ ابى كل مستودع بابه بروحه. زين خلينا نحط المستودع نقايس عليه الشارع. نشل المستودع اللي مدخله الصوب الثاني ولا بروحه. الحين اخله بالانسد، هو يوازن اموره. هلا النبل مستودع ليش يبغى كهرباء صور؟ خاطر يعرف. خلينا نحط كهرباء عبقري. هذا اوصل لك كهرباء الحين، وصل كهرباء لو سمحت. انزين شو بنحط فيه؟ بنحط فيه انيمال برودكتس اللي هم قاعد ينتجونه هني. حلو، بنيب شارع ثاني، بنيب مستودع ثاني، بنحط فيه الشغلات الثانية اللي نبغاها، اللي نبغى نحط فيها بيبر مشهورة، يونيك فاكتوري برودكتس زون فارمنج. زون فارمنج مال لايل زارعين يجي هني خزن ويكون بابا بروحه. انزين الحين نبى هذا الشارع، اتذكر ان الشارع يانا يعني شبه مثالي صراحه حق هذا، فارفعه حبتين. زين عدل الارضيه هنا، لا مش عدل الارضيه شويه قدر الامكان، وفي نفس الوقت بس انها تتعدل، ما بيتعدل الوقت. لحظه نزل الشارع بكبره، نزل الشارع. انا ياس انزل الشارع، انت ياس تطلع الشارع. شو قاعد تسوي؟ نزله من هني بس. اوكي خله يطلع من هني مو مشكله، نقدر نسوي له شوي حركات، نسوي شكله ممتاز. وين البرش مالي؟ ها نضيع ال من المستودعات. هذا ما بزرع شيء هنا صح؟ شوفوا الحين اشكالها مستودعات اكثر عن الاول. في 8 عمالة، هذا في 8 عمال و5% قاعد يتعبى، وعندنا قطار حق استيراد وتصدير. ان شاء الله يكون الخط شغال. لحظة شغال شكله. هني في عندي احمرار شوي على الدوار، هذا شكله بيتحمل. بس عندي منافذ وايد. والله شوفوا شكل المكان، والله مكان اجرامي. انزين يبالنا على اساس نطور مزارع لي، وهاي شوف فيها والله تمام تصدقون، يعني ما سوى لي وايد زحمه. خلنا نسوي سيستم سايلو ثاني جنبه، هون بيكون سايلوس. انا اسف يا السكن، لازم تكونون في مكان ثاني. لا ما بقيت الزحمه من هنا،
خلني اسحبه بكل هاي خلنا نسوي احنا خلهم هاي ما يخصهم في بعض خليهم يمشي زين بنحط سيستم تخزين قمح وربعه نحتاج سيستمات ثانيه اصلا بشكل عام بس مو مشكله نفس المستوى نايس شوفهم ايوه خط واحد شوفوا خط واحد اخبار الشرطه عندكم مطافي ما عندهم بنحط خدماتنا هني نفس هذاك عندنا مدخول عندنا مدخول هي زارع لان عندنا مشاكل هنا جرائم اصلا عياده والله يبالها المكان عياده الصراحه بس مش هني بيموتون زياده هني متلوثين نحط عياده هني بس ما يلزم ما اعرف الصراحه احسن ما في هذا اللي تحلم قلت لكم ما ادري وينه لحظه انا كنت جاي افرج ترافيك لو 85% يبالي تشوف وين الزحمه لحظه خل نحل موضوع الزحمه شويه في زحمه هني على الدوار هذا في زحمه هني على الدكاكين زحمه الدكاكين هاي ما يجون هذا الدوار يروحون الدوار القريب عليهم ترى هذا واحد من الاسباب بس ممكن نشبك خطه هني نسوي تقاطع كل شارع عام ما بسوي تقاطع بس خلنا نجرب مش هالشارع هذا خلنا نشوف الحين الزحمه شوي خلت تخف من هني هو عندهم داخل ومخارج اصلا ما بتكون زحمه وايد لان بنمتد دوار علوم هذا خلنا نسير وثلاث شوار عنبه مش فور لين فايف لين هاي نبا ثري لين ثري لين هاي واي هذا حبيب ابجريد هذا ما يسوى ابجريد لازم في الدوار عود المركز شوفوا شو سووا بالزحمه اللي هني هاي اللي ممكن اسوي لهم ابجريد بس احس بعد ما يلزم وايد هني استوت الزحمه بس ما شاء الله في عندنا الزحمه يعني ونوصل 11000 واحد الحين قريب انزين نبى ناس ساكنه هني بس المشكله لازم نتريا حضر الجناب هذا شو يسوي؟ يسوي ليفل اب وهذا كيف يسوي ليفل اب؟ لازم كوربس انيمالز اوتبوت 0 طن الحين ها سويناه لا قريب ليفل 2 خلاص ليفل 1 والسكن والعمال ليفل كم؟ هو سكن عمال ما بقى حط شيء ليفل 2 فارمنج اريا يبا لحظة نحن الحين ليفل 1 ليفل 1 هذا ليفل كم؟ اوكي ما يقرا لي الليفل اللي بعده بس نحن قريب ليفل اوكي 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 دار علي وتعبانه ما قاعد اطلع فايده تبغانا نسوي فيها استثمار خفيف نحط مال فواكه زين حطي مال فواكه بيكون فواكه بالطريقة هذي اوكي نحطي واحد اربعة اظني بعد كان ايش مال فواكه يا اخي عندي مبنى جديد سيماتوريوم مشهور هذا كروب فيلد اللي هو حاصيل الخمح وربعة سوي واحد اثنين ثلاث بوتيتو هني خمسة صح؟ خمسة أربعة خمسة حطي كورن اللي هو ذرة قطن خلى هذا بطاط قمح بيوت البلاستيكية ونحطي على طول هذيك كهرباء
حاليا في كهرباء ويكون اوكي الوضع، بيخلي شوي لفل اسرع. بس ما ادري شو المستودع اللي حق هاي اللي حاطين. هذا القرين المفروض يهني فرس ولا المحصول هني، خلينا نحط لهم هني وحدة ثانية. خلنا نجيب شارع، لأن الحين لازم أرتب المكان بحيث إني كأني ممتد، خلاص مش كأني بمتد، كأني ممتد. فبحط البيوت هني في الوسط. أيوة لحظة لحظة لحظة، هاي غلطة تاريخية. ما أبغى هذا، بس ابا سيد واحد حق وين؟ حق ال لا اله الا الله شو اسمه؟ السايلو. خلينا حاطين هني سايلو بعد. واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين. شوفوا هني هو ذا الكلام، هو ذا ايه؟ عادلة. انزين هذا السايلو بعد بيخزنون فيه زيادة. طبعا باب تخزين كبير، بعدين في سايلو اكبر بينا، بس ان السالفة بسرع شوي الموضوع لان في عمال اباهم يسكنون ورا عساس اقدر احطي بعد دكاكين لهم. بشوف اذا اصلا السكن اللي هني وايد يفرق في كمية العمال. خلنا نشوف المزارع تقريبا خلاص، يعني ما بقى شيء. الياي احنا 100 و... يبالي عامل واحد زياده على اساس اني اوصل ليفل الياي اللي هو وصلنا الحين. هذا معناه بيفتح لي شغلات جديده اللي هي فلاور ميل، مطحنه، وكتل شد، هذا مال البقر. بس احنا بنبداهم حبه حبه. زين بحاول نحط شغلات بسيطة، بس أول شيء نبغى نسكنهم هني. أنا بسكنهم هني قريب بالوسط، اللي هو أحد مو قريب، قريب منه الدوام. حلو، غلط شوي آخر شيء بس مو مشكلة. بنحط البيت الواحد كم يكفي عمال؟ ورك بليسس 45 وايد والله مو شوي. نحط بالطريقة هاي. هذا الشارع ما عجبني. حطي السكنات. واحد اثنين، واحد اثنين. أول شيء ما يركبون عدل إلا إذا عدلت الشارع سيدي، بيركبون عدل. ما أبغى عدل عدل. ونبى نحطي بيت الصيانة. الصيانة الحين ما أفتح. بعد ما افتح يبغى ليفل 4. زين حطينا شوي مكان عمال. شوفوا شال كميه عمال حلوه. وابى احط هنا على البحر اللي هي تحسون بيوت مال الحكومه للناس اللي ما تبى تسكن في بركسات. الناس في ناس عندها عوايد يا اخي، ناس عندها عوايد ما تبى تسكن هنا. كيف زين يعني معناه بحط عماره عمارتين ثلاثه على البحر. بنحط دكاكين، بنحط عمارة عمارتين ثلاثة. هاي مكان عماير كاملة. بنحطينا مال طافي موجود، عيادة يبون أكيد خلاص لا مستوى في سكان كمية ناس ساكنة. ها بنحطي عند الإدارة على أساس الإدارة ترص عليهم ويمنعونهم إجازات مرضية كل شوي. بنحطي لهم معناه هني قريب يارد، بنهدم العماير اللي هني مقبرة. مات السيماتوريوم بيكون عند طافي لا سمح الله استوى حريقه شيء يقدرون يجون. اعطيهم مي. بنحط لهم كل شيء باختصار. تعليم زيرو الحين، تعليم زيرو، بس تعليم ما يضر. بحط لهم مدرسه ابتدائيه، ما بحط لهم شيء كبير. مدرسه بتكون هنا بعد، مش اخر الدنيا يعني، مش قريب وايد حد. هاي بس حق المزارع، انا يعني متخزة راعية فيها كلها ناس ترى المعلومة. انزين واللي هني هاي كلها بتقول خليل هاي شو والله ما يكفي كثافة سكانية، هذا ما تكفي. هاي سيتي سكايلاند
لازم نمتد، انت من نمتد لها سبب عندنا خريطة عودة يكون. انزين خلينا نحط شوي بركسات زيادة. خلينا نسوي بالطريقة هاي. لا نمتد شوي. ايوة حطي بركسات بعد. في ناس تبغى سكن الدوام ما تبغى تدفع فلوس، فخلوه يجون يسوون يدفعون لا يدفعون فلوس براي. زين سكنوا هني. هاي سكن فيهم حد؟ ايه لان ما عندنا مكان عمال اصلا، مكان عمال ما عندنا، فالموضوع طويل عريض وقريب اصلا بالثري فور بسرعة بي مش بعيد. انزل انا نزيد شوي المعمار، ابى ازيد انا مزارع في نفس الوقت ابى ازيد عماير، لان المزارع عندي شوفوا الحين فارمنج برودكتس قاعد يدخل هني، هذا يدخل والخطار شغال ما شاء الله عليه. لحظه بس في شيء غلط، هذا والله برفع شوي حلو خلاص يبين احسن. لا والله زين للحين شغال. موضوع السيدين هذا ما اعرف مدى فعاليته، لكن اتمنى يسوي لي شيء، يعني انه يمكن يشتغل اتمنى. يعني طلع الماي كهرباء تعبانه، كهرباء عندنا نحن اصلا. احطي هذا افتك من شويه حشره فتره حلوه، حطي بس ماي زياده هذا الماي جميل للغاية. هذا كله لازم نغير مكانه في المستقبل، لازم نغير مكانه. الكهرباء وما ادري كيف ماسك الكهرباء بس احتياطا ادمنها. هاي الكلام عندهم كهرباء امورهم طيب. زين لحظة هذا متوصلين بالطريقة هاي، يعني اقدر اشوف ممكن اوصل هذه الكهرباء بهاي الكهرباء. شوف هالعمود الصريحة في الكهرباء، خلاص العمود ما نحتاجه، نبدا نشل شوي شوي اللي ما نحتاجه. هذا بعد ما نحتاجه، ما نحتاجه الحين ما نحتاجه، خلنا نشيلهم. هذا اللي بعدنا نحتاجهم بيكون زين، بيكون وايد زين وايد زين. شوفوا كيف على طول تطور هذا. دخلنا حب حديقة هنا، شو بيستوي فيها ملح؟ ما تقول دمو هذا عادي هذا لا. أنا أصلا ما معي ابني. لحظة نحط حديقة، في حديقتين أصلا هني كبار. أنا ليش متعب عمري؟ أيل ما شاء الله عليهم شغالين، في خدمات ما عندهم. والمطافي شوي صعب الصراحة بشكل عام، مطافي شوي صعب، بس الشرطة وربعه ما، لأن الشعب متعلم. شوفوا معظم الشعب متعلم، ما عندنا وايد جريمة، فيمشي الحال يعني مش قضية. والله أفكر أغير هالمنطقة الوسطى أخليها عماير. لحظة ما بفكر أغير، بس خلاص لميتها بتمم بالطريقة هاي، تسوي زحمة على الفاضي. المنطقة الوسطى هاي كلها عماير خلاص، هذه ثلاث شوارع على اساس يزيد عندنا شوي عدد السكان. في نفس الوقت اللعبة محتاجة عدد سكان اكبر عشان نسويه، فيبغالنا نزيد عدد الناس كم نسمع عقب بعدين مع الوقت. ويوم هم بيزيدون اصلا من نبي شوي سكان بعد بيرتفع الوظائف، يرتفع هذا، بنحطي سياحة، بنحطي كذا، يتم يفتح لنا شغلات جديدة كل شوي. نحن المطار متى يفتح؟ المطار بيفتح الـ 44,000 الحين استوى عندنا، لازم نحطي مترو لان استوى الزحمه شوي، ابى الناس تروح ترد من الصوبين هاي بطريقه سهله. الحين اداره النفايات هي مصيبه، قله العلل عندي ترى، لازم اسوي مكان حق اداره النفايات بعيد عنهم كلهم. فشكلي بروح هني واداره النفايات، ما ادري والله شيء من هالخبير اداره النفايات ترى. الحين للحين اوكي، لا اوكي الوضع
يجمعون ويحرقون والامور طيبه ويوصلون كل مكان. والحلو فيهم انهم يوصلون تقريبا كل مكان، نقدر نحط فيهم بعيد. فشكلي اساسا انظف المنطقه هاي تكون صناعيه بالوساخه هاي افضل من تكون شو شغلات ثانيه. والله سكروا احتياجنا هاي للسكان اللي كان موجوده، which is very good. اي ممتاز وايد. هذا مش اوكي لحظه. فالشغلات الصغيره الواحد يتمشى عقب اللي له خاطر شو الاونلاين. نعرف بس قدر الامكان يعني اذا في مجال اللي شوي يزيد في ماي في، بس ماي هذا ملوث اسراط اللي بعد الصناعيه اللي هني. وصل ليفل 3 هذا ما شاء الله. بس مخازن عندنا قاعد تنترس. بس الزين في الموضوع عندنا نحن اكسس ولا عندنا خط وصول للشارع العام سريع من هنا، وعندنا طاري بناء من نص الصناعية وشغالين. أهم شيء عندنا هاي شو فاير هاوس مطافي هنا بروح المساكين. هذا هاي المنطقة بس لازم كل مدينة يكون فيها صناعية. الحين اللي يبالي الصراحة نضيف مونيمنت في المدينة صراحة. بس شو المونيمنت هاي شو فيستيفال اريا. اقدر اضيف هذا على الكرنيش بدون ازعاج. يا الله الازعاج اللي يسويه. يعني شو لو اضيفه فيستيفال اريا وسط الدكاكين يزعج شوية ناس. بس نبغى فيستيفال اريا صراحة. خلوني اهدم كم دكان. اوكي بيزعج شوية ناس مو بوايد اظني ونحط احد يختين. ما اذكر انا الاختبار كان ناجح ولا لا الصراحه. بنحطي حدايق طول الطريق اوكي على ما اذكر كان ادري سووا مفعول. مش وايد مفعول لان المكان اصلا شوي مزعج عندهم بالنسبه لهم لان في دوار رئيسي وفي زحمه وايد سيارات هني. اصلا السيارات بروحها تسوي ازعاج بس اظني هاي يسوون فرق. فممكن ابدا انشر شغلاته هني. والله يبالي اعزل بعض المناطق عن عندي. خلنا نحط هاي خلنا نجرب الدوريه هنا. ما اعرف هل هو يسوي شيء ولا ما يسوي شيء للحين. احس اني مش متاكد الصراحه. بس الدكاكين استوي عماير بسرعه. سرعه خرافيه استوي عماير. على الشارع العام بعد هني بهم ممتاز. outside connections needed. هاي المساكين هاي على اساس مفروض انه يبني المدينه هني اول. حبت عليهم. انزين الحين انت شو اخبارك كروف؟ امورك طيبه؟ والله الصناعيه محلاها هاديه اوكي تسوي شغلها ما في زحمه. الشارع العام عندها بارات عندها. والله حتى هني بس هني زحمه لان دوار من المدينه اظن يدخل داخل. خلنا نسوي الشارع 6 خطوط اكسلين 8 لين رود يركب نفس المكان. خفت الزحمه اللي خفت مش وايد. يبالي هاي اللي اسوي لها ما بقريت الصراحة. 4 شوارع مشكلة وايد بيغير عرض الشارع. ما في شيء ما ياخذ هذا العرض. اي هذا نايس. انا حطي الباص بيتصلح بروحه ما عليه. عندنا 4 شوارع. ايه حطينا بيتصلح ما عليه. 4 شوارع هني
اربع شهور شارع هلا اغير شوي بس الزحمه اللي نحن عايشين طبعا مكلفه وايد 400 400 مدري كم بس شو تسوي في الزحمه نفس الشيء لا مش نفس الشيء خفت خفت الى مدى زين شوفوا هذا مثلا خفت الشوارع الاساسيه خفت هالشارع الاساسي هذا فنان والله مو شوارع ولف عليه شارع حمراء وسط ربيته ربيته المهم وصلنا نحن طفنا وقت الحلقه الاساسي وهاي كان بالنسبه لنا المنطقه الزراعيه و... وهاي الامور والسوالف وزرعنا وسوينا و... ربي يسعدكم بس نطالع هني اعطيكم المنظر السحري قبل لا نروح نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه على خير خلصنا المنطقه الزراعيه لليوم السلام عليكم ورحمه الله